السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، مع حلقة جديدة من كتاب افهم حاسوبك، وهنتكلم في الفصل الثامن عن الكمبيوتر المحمول أو اللابتوب. خلال فصول الكتاب الكامل كنا بنتناول كل مكون من مكونات الكمبيوتر ونشرحه على حدة بالتفصيل. يعني كان في فصل عن البروسيسور فصلناه كويس جدا، وبنهاية الفصل قلنا المعايير ايه اللي بناء عليها اختار بروسيسور كويس. اتكلمنا عن اللوحة الام وقلنا ايه المعايير اللي بناء عليها اختار لوحة ام. اتكلمنا عن الباور سبلاي وقلنا ايه هي معايير اختياره. ولو انت في الفصل الحلقة اللي قبل دي بالظبط كنا بنتكلم عن كارت الشاشة، واتكلمنا عن معايير اختيار واقتناء كارت شاشة. ولكن طبعا عندنا امرين مهمين جدا لازم نتكلم فيهم. الامر الاول ان الكمبيوتر المحمول اصبح منتشر انتشار كبير جدا، قد يتعدى انتشار الكمبيوترات الشخصية، وممكن تلاقي في البيت واحد كمبيوتر شخصي واحد بس فيه اكتر من لابتوب. وبالتالي وجب ان احنا نعمل فصل عن الكمبيوتر المحمول في نهاية الكتاب. الكمبيوتر المحمول ايه هو اللي بيميزه عن الكمبيوتر المكتبي؟ لو جينا نشوف التعريف بتاعه كده هنقول ان الكمبيوتر المحمول باللغة الانجليزية بيطلق عليه لابتوب، وبيتميز بعبارة عن جهاز كمبيوتر متكامل، بس بيتميز ان يمكنك ان تحمله معك واستخدامه في بيئات مختلفة اثناء التنقل، يعني used on the go، مطرح مطروح ممكن تاخده معاك، بعكس الكمبيوتر المكتبي او الشخصي بتلاقي بقى الكيسة والشاشات وكابلات طالعة من الشاشة رايحة وكيبورد ومش عارف ايه ومكوناته كتيرة جدا، فيصعب ان انت تاخده معاك في اي مكان. انما الكمبيوتر المحمول يتميز ان انت تقدر تاخده في الشنطة، رايح مصيف، رايح الجامعة، هتحضر محاضرة، رايح في اي مكان، فيمكنك ان انت تحمله معاك وتستخدمه ككمبيوتر متكامل اينما ذهبت. كذلك يتميز انه حجمه اقل من الاجهزة العادية بحيث يمكن نقله بكل سهولة. بيحتوي كمان على قدرات متشابهة ومشابهة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية. يعني في أجهزة كمبيوتر لابتوب إمكانياتها في قوة كارت الشاشة والهارد ديسك والبروسيسور بتتشابه مع أجهزة الكمبيوتر المكتبية، في الوقت الحالي قد تتفوق عليها كمان. ويمتاز هذا النوع من الحواسيب بأنه قابل للتشغيل كمان بواسطة إيه؟ بطارية داخلية، internal battery، بعكس الكمبيوتر المكتبي مش بنلاقي فيه بطارية داخلية يمكنك ان انت ايه تشغله من خلالها. وبالتالي فالكمبيوتر الشخصي المكتبي بيعتمد على الكهرباء من مصدر تيار مستمر، بعكس الكمبيوتر المحمول بتقدر ان انت تشغله بواسطة بطارية تاخده معاك اينما تذهب. والبطارية ممكن تشغل لساعات متعددة، وخلي بالك تشتغل بتدوم لساعات متعددة، ما تقوليش انه موبايل، لان الموضوع ده دايما الناس بتخلط ما بين الكمبيوتر المحمول وما بين الموبايل، يقولك انا بقى ممكن بطارية الموبايل تقعد معايا يومين كاملين، انا عايز لابتوب يكون بطاريته بتقعد 12 ساعة او تقعد شغالة يوم. ده طبعا مختلف الموضوع تماما في اجهزة الكمبيوتر المحمول وعدد الساعات اللي ممكن ان البطارية تشتغل معاك فيه عن الكمبيوتر المكتبي. لا، الكمبيوتر المكتبي ما فيهوش بطارية، عن الموبايل وعن أجهزة الموبايلات بشكل مختلف تماما. وطبعا بيكون أقل حجما وأخف وزنا، ومبني بداخله وحدات إدخال وإخراج بيلت إن كيبورد أند تاتش باد، يعني بتلاقي جواه كل المكونات، هو موجود اللابتوب بشاشته بكيبورده بماوسه بممكن كمان كرة تتبع، وده طبعا بالتالي بيختلف عن الكمبيوتر المكتبي اللي بيعتمد على كيبورد وماوس خارجيين. ده التعريف بتاعه من غير حتى ما انا اقول لك التعريف. انت ممكن لو فكرت بكل بساطة تكتب التعريف ده من خلال وصفك للكمبيوتر المحمول، انه جهاز كمبيوتر متكامل خفيف الوزن نقدر ننقله فيه بطارية بتشغله، واقدر استخدمه من غير مصدر تيار كهربائي في اي مكان، واقدر انقله معايا في اي مكان بس، ومش محتاج لاي وحدات ادخال او اخراج، هو فيه كل مكوناته. ده تعريف مختصر جدا تقدر انت تقوله من غير ما تقرأ كل الشرح ده ولا تفهمه. كمان يمكن تعريفه
بانه حاسوب شخصي يعمل بالبطاريه او التيار المتردد، طبعا لان انت ممكن تشغله من خلال الشاحن وتفصل البطاريه خالص، ويمكن حمله ونقله بسهوله واستخدامه في اماكن مختلفه كالمكتبات واثناء الاجتماعات والمدارس والجامعات، ويتميز باحتوائه على معظم احتياجات المستخدم زي الكاميرا ولوحه المفاتيح والماوس والاتصال بشبكات الانترنت الوايرلس من خلال وايرلس كارد، كارت وايرلس وكارت تشغيل الشبكه نتورك كارد، وكذلك في كارت بلوتوث تقدر تربطه بالموبايل بتاعك، وقد يحتوي على شاشه قابله لللمس ايضا، ويحتوي معظمها على مشغل دي في دي. ده تعريف تاني برضو بيصف يعني ايه كمبيوتر محمول. طيب ايه الفرق بين الكمبيوتر سطح المكتب والكمبيوتر المحمول اللي هو الديسكتوب اند لابتوب؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ يتميز كمبيوتر لابتوب بما يلي، وده طبعا من مقالة موجودة على الموقع ده بس مترجمة. بيتميز اللابتوب بايه؟ يمكنك اخذ جهاز الكمبيوتر المحمول لابتوب معك اينما ذهبت، حتى في الخارج شريطة ان تأخذ معك الشاحن الخاص به لاستخدامه في حالة فرغة البطارية، ان انت يمكن نقله لاي مكان انت عايزه. طبعا الديسكتوب ما بيدينيش الامكانية دي. رقم 2، العديد من اجهزة الكمبيوتر المحمول اللابتوب يمكنها القيام بما نتوقعه من معظم أجهزة الكمبيوتر المكتبية، زي ما لسه قايل إن أجهزة الكمبيوتر المحمول فيها مواصفات دلوقتي قد تتفوق على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، فنتوقع أنها تستخدم في كل الاستخدامات اللي ينفع نستخدم فيها الديسكتوب، والاتنين يقوموا بمعظم المهام بشكل متساوي تقريبا. فإن معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة قادرة على القيام بكل المهام المختلفة دون استثناء. رقم 3، بتوفر أجهزة الكمبيوتر المحمول اللابتوب المساحة وسهولة التنقل. طبعا انت الكمبيوتر المكتبي في البيت غالبا محتاج ليه مكتب تحطه عليه وتستخدمه من خلاله، انما الكمبيوتر المحمول ممكن تقعد في الانتريه، تحطه على ترابيزة الانتريه، تاخده على مثلا رجلك وانت قاعد مثلا كده، ممكن تحطه قدامك، ممكن تحمله في ايدك، يعني ما بياخدش مكان ومش محتاج تجهيزات خاصة. ويتميز كذلك بسهولة ان انت تقدر تتنقل بيه بسهولة، مما يجعل اجهزة الكمبيوتر المحمول اداة رائعة للشقق الصغيرة او لاستخدامها في غرف النوم الخاص بك. وبرضو في مقارنة برضو ظريفة جدا موجودة تحت مقالة بعنوان Difference between desktop and laptop من الموقع ده. رقم 1، اجهزة خارجية. يعني ايه اجهزة خارجية؟ زي الكيبورد والماوس. الديسكتوب بيحتاج لأجهزة خارجية external devices عشان يقدر يشتغل بشكل متكامل، وزي برضو شاشة، ما هي الشاشة بتبقى موجودة بعيد عن الكيسة، ده كده جهاز خارجي. إنما اللابتوب بيبقى all in one computer system، مش محتاج لأي أجهزة خارجية، هو في كل حاجته، في ماوس وكيبورد، وممكن يبقى شاشة، في شاشة قابلة لللمس كمان. المساحة، الديسكتوب بياخد مساحة كبيرة، إنما اللابتوب بياخد مساحة صغيرة. طيب بالنسبة للأبديت أو الترقية، الديسكتوب بيتميز إنك تقدر تعمل له أبديت لمكونات وترقيها بسهولة، تغير كل حاجة في الديسكتوب بسهولة. عايز تضيف هارد ديسك بتلاقي أماكن كتيرة في الكيسة لأن حجمه كبير، إنما أجهزة الكمبيوتر المحمولة الترقية بتكون محدودة وصعبة علشان كل حاجة متصنعة جواها بيبقى مكانها موجود وعلى القد بالظبط، وممكن يبقى فيه إمكانية للترقية ولكنها محدودة وصعبة مش زي أجهزة الكمبيوتر المكتبية. طيب الحمل والتنقل، الديسكتوب عمالين نقول من بدري لا يمكن نقله بسهوله وحمله مع المستخدم، انما يمكن بالكلام ده طبعا في اللابتوب، ده من مميزاته انه بورتابل قابل للنقل والحمل بسهوله لاماكن مختلفه. الكهرباء، بنقول ان الديسكتوب او جهاز الكمبيوتر المكتبي محتاج لمصدر كهرباء بشكل دائم، ما فيهوش بطاريه، لازم كهرباء على طول، انما طبعا اللابتوب بيشتغل ببطاريه وممكن يشتغل من الكهرباء بشكل مباشر زي الكمبيوتر من خلال الشاحن. طيب لوحه المفاتيح والماوس، ها الديسكتوب الجهاز المكتبي بيحتاج لوحه مفاتيح وماوس خارجي من بره، external keyboard and mouse، انما لوحه المفاتيح والماوس في اللابتوب بيكون كيبورد اند ماوس بيلت ان، بيكونوا موجودين بداخله. طيب المعالج، طبعا معالج البروسيسور يعني بنقول ان هو بيكون اقوى شوية، ولكن بنقول يعني ان ممكن النقطة دي في العصر الحديث وفي الموديلات الجديدة من اللابتوب ان نقول الاتنين قريبين قوي من بعض، بل ان في معالجات ممكن تكون قوية جدا في ادائها مقارنة بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المكتبي. حجم الشاشة، حجم الشاشة هنا براحتك، اختار الحجم اللي يريحك، وفي شاشات
كبيرة جدا 24 بوصة 27 بوصة، تشغل الكيسة على شاشة مثلا 32 بوصة بمزاجك، انما حجم الشاشة هنا بيكون محدود، بتكون 10 12 14 15 و6 15 17 وهكذا. وما شفتش انا لابات اكبر من 17 بوصة في مصر عندنا. الاصلاح، اصلاح الكمبيوتر بيكون سهل جدا لان مكوناته بتقدر تفتح باب الكيسه تلاقيها كلها قدامك وتقدر ان انت تغير فيها بسهوله وتعمل عمليه الاصلاح. طبعا اللابتوب بيكون اكثر تعقيدا، واحيانا في لابات بتحتاج لفني ومتخصص عشان يقدر ان هو يفكه، لان انت لو فكيته ممكن تكسر معظم المكونات بتاعته. فك المكونات من خلال الشرح الماضي رقم 10. هنا المكونات في اللابتوب في الديسكتوب او الاجهزه المكتبيه سهل جدا انك تفتحها، بل ان الكيسات الاستيراد كلها من غير مسامير خالص، بتدوس على زرار تفتح الباب بتاع الكيسه تلاقي كل المكونات قدامك، وتلاقي كل المكونات برضو بتتفك وتركب بسهوله. انما طبعا اللابتوب في منه انواع بتتميز بالسهوله، انما المعظم بتاعه محتاج لواحد خبره عشان ما يكسرش اي مكون اثناء الفك والتركيب، وبالتالي فهو اصعب كتير عن الديسكتوب. طيب منافذ البيانات، الاماكن اللي انا المنافذ اللي بستخدمها البورتس. طبعا الديسك توب فيه بورتس كتيره جدا جدا جدا، واللوحه الام بتاعته كبيره، وبتلاقي منافذ من الامام ومنافذ من الخلف. ماشي، يعني الداتا بورتس ار مور ان ديسك توبس بتكون كتيره جدا، ولكن طبعا اللابتوب عشان حجمه بيكون اصغر فمنافذ البيانات بتكون اقل منها في الديسك توب. بعد المقارنة دي بقى عايزين نعرف ايه هي المعايير اللي بناء عليها اخد قرار ان انا عايز اشتري كمبيوتر محمول. ازاي اختار كمبيوتر محمول، ازاي اشتريه، فهنسجله في فيديو مستقل نظرا لاهمية الموضوع ده والسؤال اللي بيسأله كتير جدا من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.